صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في صلاة العشاء قبل أيام نسي الإمام بعض آيات الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية نسي أيضا بعض آيات الفاتحة وصحح له فأعاد الفاتحة صحيحة، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه من المأمومين؟ إذا كان عاد الفاتحة استدرك ويسجد للسهو أيضا صلاته صحيح. أما إذا لم يعد الفاتحة أو الآيات التي تركها، فإن كان ذكر في الحال أو بعد السلام مباشرة يقوم يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة كاملة. أما إذا فات الوقت وانتهى الوقت وصار بعد مدة، فإنها تعاد الصلاة كلها. من الإمام يعيد الصلاة، ومن بلغه الخبر يعيد الصلاة، أما من لم يبلغه الخبر ولم يدري فهو معذور بالجهل. نعم.